حياكم الله من جديد. بلورة فريق سعودي شاب فكرة تحليل كل ما يكتب عن المملكة في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الأشخاص والمؤسسات بشكله الإيجابي والسلبي من أجل جمع هذه البيانات وتحليلها ومعرفة مصادرها، وذلك من خلال منصة أو مرصد إلكتروني يختصر الوقت في قراءة ملايين المقالات والتغريدات. مشعل النفيعي هذا التقرير. تتعدد منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتكثر المقالات والتغريدات الموجهة إلى المملكة من كثير من الدول المختلفة، حيث كانت كل البيانات لا يمكن الاستفادة منها، حتى اتحدت هذه المجموعة من الشباب على إنشاء مرصد يحلل إلكترونيا كل كلمة توجه لهذا الوطن. اليوم لما نتكلم عن المراصد أو أدوات الرصد الإلكتروني تختلف باختلاف نوعية البيانات. في بعض البيانات يتم إنتاجها بتويتر، في بعض البيانات يتم إنتاجها بجوجل، الصحف نفسها تنتج بيانات منتجة، مجموعة كبيرة من منتجي البيانات موجودين. اللي سويناه احنا في المرصد بعد ما شاركنا في مسابقة الديتاثون للإعلام، فكرة المرصد انه يتم تحليل 500,000 ريكورد من البيانات. البيانات هذه فيها مجموعة من المتغيرات، كمثلا المشاعر المرتبطة بالخبر، الدولة المصدرة للخبر، الدولة المستقبلة للخبر، نوعية الخبر وتصنيف الخبر. تعمل هذه الشاشة على الرصد بشكل تلقائي دون تدخل بشري على تحليل كل ما كتب عن المملكة وعن مدى سلبية أو إيجابية هذه المقالات أو الأخبار ومن أي الدول انطلقت. عندنا الجانب الأيمن من الصفحة يبين لي مركز الخبر، دولة مستقبلة للخبر، تمام؟ مجموعة من الفلاتر اللي تساعدني في تحديد مدخلات اللوحة التفاعلية والمرصد. أنا أحدد فيها المتغيرات اللي أنا أبغاها تستعرض ويتم استعراضها. طبعاً الخريطة، مركز الخريطة نقدر نحدده من هنا. مركز الخريطة دلالته هنا اللي هو الدولة المستقبلة للخبر. الدول الثانية اللي طالعة منها خطوط هنا اللي هي الدولة المصدرة للخبر. لون الخط يبين لنا نوعية المشاعر المرتبطة بالخبر كانت إيجابية أو سلبية. حجم الخط يبين لنا كمية المقالات اللي طلعت من الدولة. الجزء الأسفل هنا يبين لنا اللي هو المشاعر المرتبطة بنوعية الخبر خلال الفترة الزمنية اللي احنا صنفناها. الكلمات تبين لي العناوين الرئيسية في الإعلام، مدى تكرار كمية التكرار، هو طبعا يقيس حجم العنوان بكمية التكرارات اللي موجودة في البيانات. وهنا الهيستوغرامز هذه تبين لنا التوزيع الطبيعي للبيانات، بحيث أنه إحنا نفهم إذا في قيم شاذة ونعالجها إحصائياً عشان ما تأثر الدرجة النهائية للنتائج اللي إحنا نبحث عنها. يحلل هذا المرصد بشكل دقيق كافة البيانات المختلفة والموجهة والتي تتحدث عن السعودية، موضحة بأنها استهدفت منذ مطلع هذا العام حوالي 2,000,000 مقالة تشكل السلبية منها أكثر من 90%. هنا عندنا من 1/1/2018 إلى نهاية 2018، أخذنا الفترة هذه السنة كاملة، لقينا أن في 2,000,000 مقالة انكتبت. أكثر المقالات كانت عن الجوفرمنت والميديا والبزنس، كان 92% منها سلبي و8% إيجابي. هنا عندنا تحليل المشاعر، كانت أعلى قيمة لتحليل المشاعر 10 موجب 10، وأقل قيمة كانت سالب 18، والأفرج لسنة 2018 كان سالب 3. يختصر هذا المرصد الوقت والجهد لملايين الأخبار من الدول المختلفة، وبشكل تلقائي على يد شباب سعودي صنع حلولا تقنية للاستفادة من كافة المعلومات المتوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي. من الرياض، مشعل النفيعي، يا هلا. حياكم الله. هذا كان تقرير الزميل مشعل النفيعي اللي زار هذه المؤسسة الصغيرة اللي قام عليها مجموعة من الشباب السعوديين المتخصصين في علم البيانات أو علم البيانات الكبيرة. اليوم معي للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ وليد السليمان المتخصص في أبحاث السوق والبيانات، والأستاذ فهد السعوي
مستشار علم البيانات والتحليلات المتقدم. أهلا بضيوفي الأعزاء، شكرا لتلبية الدعوة. الله يحييك. لعل أبدأ من عندك، والسؤال عن آلية الرصد، كيفية التعامل. أول شيء خلينا نتكلم عن البيانات. وش فرق المشروع حقكم اليوم عن أي مشروع آخر يعتمد على البيانات ويكون منتجه النهائي هو الرصد؟ وش الفارق بينهم؟ المميز في هالمنتج هذا هو البيانات اللي خلف هالمنتج. البيانات اللي خلف المنتج هذا زي ما ذكر في التقرير هي بيانات جدا ضخمة تجمع على مستوى العالم من كل دول العالم، من كل المؤسسات اللي تنشر الأخبار أو المقالات في أي دولة من دول العالم، والجهة اللي ترصد هالمقالات وتجمعها بشكل مستمر وتتحدث بشكل مستمر تقريبا كل ربع ساعة هي شركة جوجل. جوجل زي ما نعرف شركة تجمع البيانات وترصد البيانات بشكل كبير، فكل المعلومات والأخبار اللي تطلع بشكل لحظي ترصدها هالشركة وتجمعها في مكان معين وتسوي لها تصنيفات وتحليلات معينة وتوفرها ببلاتفورم يمكن أي جهة أو شخص ياخذ عليها صلاحية دخول، فيصبح كل المعلومات اللي تكتب وترصد على مستوى العالم متوفرة في مكان واحد. الصعوبة في أنه كيف تتوفر هالبيانات في مكان واحد، هذا أول نقطة. النقطة الثانية كيف أنت تتوفر لك الأدوات اللي تمكنك من تحليل بيانات بهالضخامة هذه. يعني البيانات اللي نتكلم عنها نتكلم على مئات الملايين، تتجاوز نص مليار معلومة وخبر، والأخبار هذه مرتبطة بأحداث معينة، والأحداث هذه مرتبطة بدول، والدول هذه فيها مؤسسات نشرت هالمقالات وهالأخبار، فتعقيد البيانات جدا كبير. فعشان نتمكن من تحليل هالبيانات لازم يكون فيه منصة. المنصة هذه توفرها أيضا جوجل اسمها بيج كويري، تتيح لك أنك تحلل البيانات بشكل كبير. فإحنا أخذنا الصلاحية اللي مكنتنا من الدخول على هالبيانات هذه، واستطعنا بطريقة معينة من الدخول على البيانات وتحليلها ورصد الأخبار بشكل كامل، وين الجهات اللي تتكلم عن المملكة والمؤسسات الصحفية اللي جالسة تنشر مقالات، وإيش تفريعات وتصنيفات هالمقالات، حتى التون أو اللهجة المستخدمة داخل الخبر أو المقال، هل هو إيجابي هل هو سلبي، وكل التفاصيل المرتبطة بهالأخبار. طيب أستاذ وليد، اليوم بنتكلم عن البيانات، مفهوم البيانات اليوم الكبرى وكيفية أنه البيانات الضخمة اليوم، وكيف أنه أنت ممكن توظفها في قطاع مثل قطاع الإعلام اللي ينتج يوميا ملايين المواد الصحفية، هل تحدي بحد ذاته؟ هل في اليوم برامج حكومية تهتم بتطبيق بهذا النوع من التطبيقات؟ طبعا البيانات الضخمة، يعني لو رجعنا يعني خطوة للوراء في النقاش وكيف تصير أساسا البيانات أساسا تعتبر ضخمة، هي تقاس بسرعة إنتاجها وبطريقة تخزينها وسرعة تداولها. الآن الكم الهائل يوميا، يعني تقريبا من 2012 يوميا يتم البشر يعني يتم يقومون بإنتاج أكثر من يمكن مليار تريليون يعني معلومة أو بيانات، وكلها سهلة الحفظ يعني في قنوات الإنترنت والكثير من البلاتفورم اللي موجودة. الآن من تقريبا 90% من هذه البيانات اللي تنتج يوميا مليار تريليون من 2012 إلى الآن، 90% فقط المرصود والمخزن والمستفاد منه هو أنتجت من آخر سنتين أو ثلاث سنوات. فهذا يدلك حجم يعني الانفجار الهائل اللي صاير في البيانات وتوفرها وسهولة أساسا رفعها ونشرها وإنتاجها. الساعة اللي نلبسها الآن تطلع بيانات، وقيس عليها على كل الاندستريز أو كل القطاعات كيف أن سهولة توفير البيانات ينتظرونها ناس فعلا متخصصين عشان يبدأ يشتغل عليها ويبدأ يحلل البيانات ويطلع منها منتجات قد تفيد كل القطاعات، تفيد الفرد والمجتمع والدولة والقطاع الخاص كذلك. أستاذ فهد، اليوم لو نتحدث عن البيانات الضخمة،
أو نسقطها، يمكن دائما المشاريع توجد لحل مشكلة بالهدف الأول والغاية الأولى. اليوم لو البيانات الضخمة هذه اللي أنتم استخدمتوها في 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 تحليل الهجمات الإعلامية، إلى وين وصلتوا فيها؟ وش أبرز النتائج اللي حققتوها؟ بالتقرير تتكلمون عن 90% من الهجمات جاية من بلد معين. أي حد في هامش خطأ اليوم بالبيانات هذه؟ طبعا في هامش خطأ خاصة فيما يتعلق بتحليل المحتوى للمقال. هذا ينطبق، اسمح لي، هذا ينطبق علينا احنا في تحليلنا للبيانات. أنا متكلم عن الهجمات وهذا اللي يهمني صراحة، الهجمات الإعلامية وتحليل البيانات الإعلامية. هل هذا الشيء ينطبق على كل تحليل البيانات المرتبط بالمواد الإعلامية لدينا في السعودية أو في كل العالم؟ لا في كل العالم. هذا الهامش طبعاً موجود. الهامش موجود طبعا، النضج فيه جالس يتطور من وقت إلى وقت، لأنه اللغة صعبة التحليل. فالسياق حق الجمل عشان أنت تعرف هل هو إيجابي ولا سلبي يحتاج معالجة معينة وتطوير للنماذج الإحصائية اللي تستطيع أنها تتنبأ وتعرف هل الجمل هذه إيجابية ولا سلبية. فالمنتج اللي اشتغلنا عليه لب المخرج اللي فيه أنه يستطيع أنه يعطيك إجابة هل المقالات اللي جالسة تدور حول حدث معين أو دولة معينة هل هي إيجابية ولا سلبية. كيف احنا نحدد هل هي إيجابية ولا سلبية؟ من خلال نماذج تعلم آلة طورتها جوجل ومن سنوات وصارت تتعلم من اللغة، وتستطيع أنه تحدد هل المقال هذا السياق حقه إيجابي ولا سلبي. ما هو تركيز على جملة معينة ولكن سياق مقال بالكامل. فأنت لما يصير عندك 100 مقال ذكرت من أماكن عديدة ومن دول مختلفة تجاه حادثة معينة حصلت في دولة معينة، واتسق الجميع أنه كل المقالات هذه اللي ذكرت سلبية أو إيجابية، نستطيع القول أنه هامش الخطأ يكون ضعيف. لكن لما يكون في حادثة معينة وفي دول أو مؤسسات صحفية ذكرت مقالات أو كتبت مقالات وكانت إيجابية وبعض الدول لا، عكسه، هذا اللي شفناه. يعني مثلا بعض الحوادث اللي صارت وتعنى فيها المملكة، في بعض الدول كانت كل المقالات اللي تخرج منها سلبية، وبعض الدول كانت يعني حيادية لا إلى الإيجاب ولا إلى السلب، وإنما تحليل اللي كانوا يصدرون مواد طب معروف، يعني دول هي محددة زي مثلا، وهذا ما هو خفي يعني نشر، وحتى في الإيفنت اللي صار فيه أصلا تطوير هالمشروع، إيران مثلا كان فيها مقالات سلبية جدا عن بعض الحوادث اللي ارتبطت بال أو بعض الأخبار. في أعداد عندكم محددة مثلا ما يحضرني الآن أعداد، لكن مرتبطة بفعاليات وأحداث معينة أكيد، لأنه البيانات هذا جمال البيانات، أنه ترتبط بحدث معين والمقالات اللي ذكرت عن هالحدث هذا ومن وين كتبت هالمقالات هذه وهل هي إيجابية ولا سلبية. فيعطيك تصور كامل عن حديث العالم حول هالإيفنت أو هالحادثة. جيد أستاذ وليد، اليوم أنتم تحللون البيانات الضخمة، نص مليار معلومة زي ما ذكر التقرير، تقرؤون فيها المشاعر وتقرؤون حيادية المقالات والمواد اللي تنشر، هذا فيما يخص المواد الموجهة ضد المملكة. اليوم هل تعتقد أن البيانات الضخمة ستكون قاعدة لصناعة إعلامية جديدة؟ وش اللي يمنع أنه يكون في تحليل البيانات الضخمة للمواد الصادرة مننا برضو في السعودية، عن مدى تأثير هالمواد هذه اللي إحنا نصدرها اليوم للخارج، عن مدى تأثيرها، إيجابيتها، سلبيتها، مشاعر الآخرين حولها؟ هل يمكن؟ طبعاً يمكن اليوم اللي صار فيه المناسبة هذه أو المسابقة الديتاثون يعني زاد الأمل عندنا أن فعلا في قدرة على أن الجهات هذه تعطي بيانات متعلقة بالإعلام مثلا،
وكيف الناس المتخصصة يشتغلون فيها ويطلعون فيها منتجات. فبالتالي أتوقع أن هذا الشيء متاح برغبة يعني المسؤولين في هذه الجهات أساساً للاستفادة من هذه البيانات، لأن تعظيم الفائدة والاستفادة من هذه البيانات لن يتم إلا بطرح هذه البيانات وتكون بيانات مفتوحة. يعني برامج يمكن أو يعني رؤية السعودية 2030 من أهم الأشياء اللي ركز عليها الشفافية. فمن ضمن الشفافية في هذه الأمور هي كيف نشارك البيانات أساساً. قصص كثيرة حصلت داخل المملكة وخارج المملكة، كيف أن البيانات لما تكون متوفرة سنة الحياة يجي ناس مهتمين في الموضوع تقنيين يبدأ يشتغل على البيانات يطلع مثل ما طلع المرصد اللي الآن موجود. فبالتالي يكون فيه إما إيرادات واستثمارات أو تكون في تقليل تكاليف على هذه الجهات يعني بشكل كبير. أضيف على كلام الأخ وليد أنه من ضمن البيانات هي رصد كل الأخبار اللي تطلع من داخل المملكة بالأرقام. إيه الأرقام حاليا الأرقام ما تحضرني لكن النسب المتوفرة 500 مليون يعني هي مرصودة يعني. فممكن حتى نصل إلى نقطة أنه أي حادثة تصير في المملكة يتم رصد كل الجهات والمؤسسات اللي نشرت مقالات حول هالحادثة داخل المملكة والتون أو الإيجابية والسلبية حول هالحادثة هذه، وهذا مطمنته المنصة وممكن يعني من خلال عمليات بسيطة. إذا باخذ بشكل عام أرقام يعني بدون ما نسمي دول وبدون ما نسمي جهات، كم عدد مثلا التغريدات اليوم الصادرة ضد المملكة وسياستها وحتى موجهة للداخل لزعزعة استقرار؟ كم عدد المقالات اليوم السلبية اللي تنزل؟ هي ما لها ارتباط بالتغريدات، لها ارتباط بالمقالات، لأن موضوع التغريدات أنتم مركزين فقط على الصحف، الصحف أو الإلكترونية الورقية ولا بس أو أي مكان أو موقع ينشر أخبار أيا كانت، سواء مؤسسة صحفية أو صحيفة إلكترونية معينة. موجودة الأرقام لكن حاليا ما تحضن. لكن من الأشياء اللي فعلا كانت بارزة في استعراض البيانات وقت إعلان رؤية 2030 كان في حديث جدا كبير حول العالم على هالرؤية، وذكرت في مقالات جدا كعدد كبير، وكان في حديث جدا إيجابي على هالرؤية وقت خروج خبر الرؤية ومناقشة الرؤية، وبعد تقريبا أخذ الأثر بعد إعلان الرؤية تقريبا أسبوع، وكان في حديث من جميع دول العالم حول الرؤية. هل نستطيع رصد الأرقام؟ نعم بكل تفاصيله، حتى تستطيع أنك تصل إلى عدد المقالات من كل دولة. طيب أستاذ وليد، مشروع زي هذا اليوم وإحنا في تحدي كبير على مستوى إعلامي، على مستوى تسويق أفكارنا، سياستنا، توجهات الجديدة، الرؤية زي ما ذكر الأستاذ فهد، ما فكرتوا بشراكة اليوم بينكم وبين جهات حكومية؟ عندك مركز التواصل الحكومي، مركز التواصل الدولي، مركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية، كل هذه الجهات يعني هذه البيانات اللي تتحدثون عنها اليوم هي أساس في اتخاذ حتى يمكن قرارات عندهم. صحيح، طبعا ما في شك صار فيها تواصل، بالعكس الأخوان في الجهات هذه حريصين يعني على الاستفادة من المنتج اللي طلع خلال يومين من المسابقة، فما بالك لو طور هذا المنتج وتم إعادة يعني تصميمه بشكل يتناسب مع الجهات هذه، وهذا شغالين عليه الآن الفترة الحالية. احنا اللي نتمنى ان نشوف منصة متاحة للجميع اليوم يصير فيها كل التحليلات اللي ذكرتوها، وبرضو توضح فائدة البيانات الضخمة اليوم بالضبط للناس ومدى الاحتياج. يعني فائدتها ليس فقط للمنشأ بل للأفراد والمجتمعات، زيادة الوعي عن الاستفادة من البيانات هذه جدا مهمة. الأستاذ وليد السليمان المتخصص في أبحاث السوق والبيانات، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ فهد السعوي مستشار علم البيانات والتحليلات المتقدمة، شكرا جزيلا لكم الحضور، كل التوفيق في مشروعكم القادم، ونتمنى أن الجهات الحكومية شوية تلتفت له ونحاول نستفيد منه ونشوف اليوم مفتوح أمامنا. شكرا لكم. فاصل ونعود، ابقوا معنا.